أول خطوة أيها العزيز، لابد أن نتعرف على أهمية الكتاب، فالكتاب يصنع الفكرة، والفكرة تصنع العقيدة، والعقيدة هي سر السعادة. هذا أولا. ثانيا، الكتاب حينما تريد أن تتحبب إليه فاختر ماذا تحب أولا، لا تختر كتابا معقدا فتسأم منه ويسأم منك وتأخذ قرارا سريعا بأنك لن تقرأ كتابا آخر. ابحث عن رواية جميلة في مجال ما تهوى، أو ابحث عن كتاب أخلاقي إن كنت في هذا الاتجاه، أو ابحث عن كتاب تخصصي إن كنت مغرم بتخصص معين. هذا هو الطريق الذي سوف يجبرك على القراءة. ربما يمكنك أن تدخل نادي قراءة، ربما الحديث مع بعض المثقفين يجعلك تعشق القراءة. هل تعلمون لماذا كان المتدين سابقا معروفا بقراءته لهذا الكتاب؟ لأن الكتابة والتدين توأمان. أما الآن للأسف المثقف الديني يصبح مثقفا وهو لم يقرأ شيئا، قرأ تلك القصاصة وتلك التغريدة فشكل كتابا متناثرا في ذهنه وكان يظن أنه مثقف وليس كذلك. إذن ما أقترحه هو أن تعيش في أجواء مثقفة. 2، ابحث عن الكتاب الجميل الرشيق. 3، اختر الزمن الذي تحب لتقرأ ما تحب. هذه أول خطوات العلاقة مع الكتاب.